قصة أيمن. وعلى أساس نحن ما بنخبي شيء على بعض وبنحكي كل شيء لبعض. ليش شفته؟ شو كان بدك منه؟ حابب تعرف؟ يا ريت والله. كنت بدي أعرف منه إذا لسه أسيل عنده مشاعر اتجاهك. بس طلعت غلطان. ليش ما سألتني إلي؟ ليش لحتى تسأل رجال غريب عن هذا الموضوع؟ بالعكس، أيمن كتير قريب من أسيل وبيعرف كل شي عنكن وعنها، وعلى فكرة هو معجب فيها. ما سخفوا الزلمة. لا انت غلطان، حتى عم يفكروا يتزوجوا. لا بده يروح، يعني القصص ما بتصير هيك. وانت شو دخلك؟ شو بيهمك الموضوع؟ لا انا اكيد ما بيهمني اتدخل بحياة اسيل الشخصية، انا بيهمني من هذا الموضوع كله هو يزن. وهي يزن الحمد لله صار عندك. انت شو دخلك؟ هي حرة بتعمل بدها اياه. هي مزبوط. بكل الأحوال أنا فايت. يلا لاحقك. الأكل جاهز. يلا جاي حبيبتي، وعدت من إيدي الكاسة. ما في مشكلة فيداك. هلأ بخلي البنات ينظفوها. مين؟ كيفه يزن؟ بأسيل. عم سأل عن يزن.